معكم على موجاتنا في صباح تونسي اليوم 9 للـ11 صباحنا التونسي يوم الخميس. ونذكر أنه أحنا نرافقكم إلى غاية شهر سبتمبر من 9:30 النهار من 2 للـ5. أولى الفقرات في حصة اليوم: سؤال دكتور. سؤال دكتور اليوم حاضرة معنا الدكتورة سمية منصوري الهنشيري، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بإدارة الرعاية الصحية الأساسية. واليوم باش نحكيه على موضوع أهمية الكشف المبكر، وقدش مهم حكاية الكشف المبكر على السرطان، خاصة سرطان الثدي. نرحبوا بيك دكتورة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. صباح الخير كريمة، مرحبا على الاستضافة. وهي فرصة باش نقوموا بتوعية النساء على أهمية الكشف المبكر لتقصي سرطان الثدي. بالفعل، وفما برشا حملات وانتم قادمين زادة كمركز رعاية صحية أساسية في تونس على الأكتوبر الوردي، وأكيد الموضوع متاع التقصي والكشف حاجة مهمة جدا وتقينا من عدة بعض حكايات اللي ما نحبذوهاش. خلينا من الأول نفهم ساعة بالإحصائيات بالأرقام مسألة سرطان الثدي، عفا الله الجميع، في تونس. هو بالنسبة لسرطان الثدي حتى على المستوى العالمي هو من أكثر السرطانات شيوعا. لو كان نقوله حتى على الأرقام على المستوى العالمي، سنة 2020 سجلنا حوالي، وقع تسجيل حوالي 2.2 مليون حالة. على المستوى العالمي تنجم امرأة على 12 تكون مصابة بسرطان الثدي. بالنسبة على المستوى الوطني، سرطان الثدي هو أول سرطان عند المرأة، ويمثل حوالي 30% من كل السرطانات اللي تنجم تصيب المرأة. سنة 2022 سجلنا حوالي 3500 حالة جديدة. الأرقام قاعدة تزيد من سنة إلى سنة حتى على المستوى العالمي ولا المستوى الوطني. كما قلت احنا على أبواب شهر أكتوبر الوردي، وهذه فرصة نحن حتى بالاشتراك مع كل الإذاعات السمعية والمرئية باش نقوموا بحملات تحسيسية. احنا الهدف نتاعنا شنو؟ نوعيوا المرأة باش تقوم تتفقد روحها وتقوم بالفحص السريري. نعم. للثدي. نعم، هذا هو، هذه تقريبا بعض الإحصائيات. إذا باش نحكيوا على الكشف، فما الكشف وفما التقصي، زوز مختلفين مصطلحات. الكشف المبكر، ماذا نقصد بالكشف المبكر وكيفاش يكون معنا؟ بالنسبة لسرطان الثدي احنا مازلنا في حالة الكشف المبكر، لأنها الكتلة مازلنا نلقاو فيها كتلة الورم 3.5-4 سنتيمتر. دوك نحكيوا على كشف مبكر، نحبوا يكون الكشف المبكر في مرحلة أولى. نأكد أنه سرطان الثدي قد ما يفيقوا به بكري قد ما يكون شفاك أسهل. هذا ديجا هو الشعار نتاع شهر أكتوبر الوردي اللي عبدكم حفظته. سرطان الثدي قد ما يفيقوا به بكري قد ما يكون شفاك أسهل. قد المرأة ما تفيق به في مراحل الأولى الشفاء ينجم يكون ممكن، وقد ما يفيقوا به في مرحلة متقدمة يكون أصعب شوية، أصعب بطبيعة، أصعب على العلاج بالنسبة حتى على كيفاش شنو أنت تحط لي في بالي كامرأة نسمع فيك توا باش اتمكن من الكشف المبكر، شنو لازم يعني احنا باش نوعيو النساء ونقولو كيفاش المراه تتفقد روحها. هذا هو، كيفاش تتفقد روحها؟ بالفحص السريري للثدي. الفحص السريري للثدي تقوم به المراه كيفاش باش تقوم بصفه دوريه، بصفه دوريه مره في السنه مثلاً. يعني نحن نساء ماذا بينا مره في العام نتفقد روحنا. يمشيو شكون باش يقوم به؟ يمشيو عندنا في مراكز الرعايه الصحيه الاساسيه، عندنا القابلات متكونين مراكز الرعايه الصحيه اللي هو المستوصفات، اللي احنا نقولوا المستوصفات، المستوصف نتاعك في البلده في المدينه عندك اقرب مستوصف، اقرب مستوصف مره في العام تتفقد روحها تشوف عندها شي كتله، ولا حتى كان وحدها تتفقد روحها. يعني احنا ماذا بينا نتعاون تمشي مره في السنه تتفقد روحها في اقرب مستوصف بحذاها. ونأكدوا كيف كيف حتى مراكز صحة الإنجاب الأم والرضيع حتى هما كيف كيف عندهم قابلة متكونين ينجموا يقوموا بفحص السريري للثدي. هو شنو الهدف نتاعنا؟ انها المرأة تفقد روحها. يلزم مره في العام نتاكد باش نعاود فيها ونعاود باش المرأة اللي تسمع فينا تعرف تكون واعيه وتمشي
والإشكالية إنه برشا عباد نساء يخاف، إحنا نقول له ما تخافوش، ديما فماك الخوف، قولك بكشي نلقى شي حاجة، بكشي نلقى شي كتلة، لا ما نخافوش، لأنه كيما نفقوا به مرحلة أولى يعني الشفاء يكون أسهل برشا من مرحلة متقدمة. وما فيها بأس المرأة حتى وحدها مرة في الشهر بعد الغسلة، بعد الغسلة تتفقد روحها، بعد الغسلة بخمس أيام تتفقد روحها، وكي تلقى أي تغير، احنا ما نحبوش نوصلوا فما اعراض، كيف تلقى اي تغير نحكيوا عليهم حتى شنو هما الاعراض باش نثيروا الانتباه للنساء. اذا وقتها هي المراه تمشي الاقرب طبيب ولا الاقرب القابله باش تقوم بالفحص. ندخل مباشره للاعراض، احنا مثلا احنا توا في حاله عاديه نعملوا في الكشف كل عام، انا واعيه في مخي نعرف يلزمني نثبت، يلزمني نكون حريصه هذا لكن الاعراض اذا انا ما عملت حتى شيء، وش هي الاعراض اللي تخليني مباشره نقوز الاحمر يشعل، هذيك الضوء الاحمر يشعل عندي؟ هما فما عديد الأعراض اللي تنجم تظهر على الثدي، وكيفاش باش تفيق به المرأة؟ المرأة اللي تفيق به وقت كيف تكون هي ديما تتفقد روحها، وقت تستانس بالثدي متاعها وديما تتفقد روحها، وقت باش تحس فما حاجة مش عادية، حاجة عايشة كلمتك صحة، حاجة متغيرة اللي هي شنو؟ نجم تلقى تحس فما كتلة كعبورة، نقولوها بالعربي كعبورة بالدارجة بالدارجة بالثدي. وغالبا الكعبوره تلقاها ما توجعش، غالبا تكون ما توجعش، المراه ما تنتبهش تقول كلام فما حتى شيء، هو تقبل الرضع عليه حتى شيء. الكعبوره اللي توجع خير من الكعبوره اللي ما توجعش في الحاله نتاعنا نحن؟ ولا على حسب انت والمرحله نتاعك، اذا بدي اذا توجع دونك باش نفيق بها، دونك هذيك تولي ماهيش وقت هي وقت يكون تاثير على المراه، وقتها تحب تمشي تقول خليني ما دام توجع فيا خليني نمشي. لا اي تغير كيما قلت نلقاو كعبوره في الثدي غالبا تكون ماهيش ما توجعش، مثالش نمشيو نتفقدوا روايحنا، نمشيو لاقرب مستوصف ولا حتى تمشي للسبيطار ولا تمشي، المهم تمشي الفو كونسولتي، لازم تمشي تفقد روحها. هذه الاعراض فما الكعبوره، مازلنا في الاعراض، نوع اخر بخلاف الكعبوره. شنو اخر تغير في الحلمه؟ اي الحلمه المملون تلقى فما تغير في لون الحلمه، كيف تمشي كيف تغمق شويه، تمشي تغمق شويه، ولا فما تلقاها مثال فما تلقاها فما تقشرات والا انشقاق، تحسها متبدله، فما حاجه متبدله، مرات حتى تلقاها الحلمه تلقاها داخله لداخل، تلقاها تراكسيون تاع الحلمه وتوجع شويه ولا من غير وجيعة فقط اللون، غير تغير اللون، لون حتى لون الجلد، الجلد تلقاها اللي دايره بالحلمه تلقاها يكون فما تغير في اللون نتاعها. ومرات تلقاها فما تلقاها معاها شوي افرازات يعني حتى كي احنا كي نعملوا افرازات تنجم تكون بيضاء كيما تنجم تلقاها مرات مختلطه بالدم. بالدم اي وقتها فريمون وقتها يعني يفو كونسلتي يعني لازمك انت تمشي تتفقد روحها. كيما تنجم تكون فما اعراض اخرى اللي تلقاها عندها وجيع، مرات توصل في مرحله انها ما تفيق بها ما تفيقش، تلقاها مش مستانسه بتعمل الفحص السيبي الثدي، مش مستانسه وحدها تتفقد روحها قدام المرايه، فجاه تحس عندها وجيع، تولي تلقى روحها تتقلق، دونك وقتها تمشي هي. هذم هما تقريبا اهم الاعراض، اغلب الاعراض اللي تنجم اللي صارت احنا ما نحبوش نوصلوا، ما نحبوش نوصلوا تكون عندنا اعراض، قد تكون اعراض تنجم تكون احتمال في مرحله متقدمه شويه. دونك يعيشكم النساء اللي تسمعوا فينا والفتيات اللي يسمعوا فينا، راهو مهم جدا الكشف المبكر، مهم جدا انك انت تعرف بدنك، واذا تحس فما اي تغير تمشي مباشره، والتفقد انك نتفقد رويحنا راهو تكون اوتوماتيكيا على الاقل مره في السنه. مره في السنه من طريق القابله. واضح. هذا هو خاطر احنا في المونتاليتي زاده نتاعنا انه القابله والطب النساء ما يمشيو له كان المعرسين، لا راهو زاده الصبايا ينجموا يمشيو ويشوفوا ويتفقدوا. هذه حاجه، حاجه اخرى تو نمشيو للوقايه بعد ما خدينا فكره على الاعراض وكل كيف نقي انفسنا. كما قلت لك الوقايه هي فما زدت ما قلتليش فما التقصي الكشف المبكر هو الوقايه، نوع من الوقايه. اما الوقايه بصفه عامه عندنا الوقايه الاوليه والوقايه الثانويه اللي هي كما قلنا نحكيو يا كريمه اللي هو الكشف المبكر. الوقايه الاوليه في شنو تتمثل؟ في النمط العيش نتاعنا. هذا هو اذا كان احنا نرجع ملوكي قلت كان تفكرش قلت لك نسبه السرطان قاعده تتكاثر من سنه الى سنه حتى في على المستوى العالمي يعني مش كان في تونس، لانه نمط العيش تبدل
لو لاحظنا حتى تو في السنوات الاخيره كثرت برشا الامراض الغير الساريه قاعده تزيد من سنه لسنه، لانه هذاك مربوط بالنمط العيش نتاعنا. لاحظنا تو كي نمط العيش نتاعنا مش كيما قبل، لوبيزيتي كثرت، حتى السمنه عندها دور في ظهور الامراض الغير الساريه بصفه عامه. السمنه مرتبطه بقله الحركه ومع عدم ممارسه الرياضه والنظام الغذائي، يعني النظام الغذائي عنده راه دور كبير في ظهور الامراض الغير الساريه بصفه عامه والسرطان. دونك هذه فرصه. حتى الماكله زاد كي نحكي، والماكله حتى هكا بالدارجه، الماكله تلقانا نحن نخدموا نهار كامل بصفه عامه، حتى ننسى تلقاه مشي للفاست فود ياخذ الماكله المعلبه، هذيك الكل راهي عندها تاثير على المدى الطويل في ظهور الامراض هذه. والتدخين لاحظنا حتى نساء كيفوا برشا، نسبه التدخين عند النساء قاعده تزيد عاليه، وعند الرجال إيش خليه هو التدخين والسرطان الرئة قاعد يتزيد من سنة إلى سنة بسبب التدخين والركود البدني. الركود البدني العباد الكل نشوفه في السيارات، ما عادش عندنا كل واحد يتمشى شوية حتى نصيف ساعة. دونك هذه كلها راهي كريمة، حد يسمع فينا كلها واحد ما ينتبهلهاش وما يعطيهاش قيمة، ما هذه التراكمات من السنوات لسنوات هذه كان بعد تؤدي إلى ظهور هذا بالنسبة أول للسرطان. أنتم قادمين على برنامج وطني في أكتوبر، ناخذ شوية الملامح نتاعه وبعد نرجع بالتفاصيل وقت اللي يكتمل البرنامج. أكتوبر ورد هي فرصة باش نعملوا حملات إعلامية خاصة إعلامية، علاش؟ باش نوعي النساء ونحكي برشا مرات، وقدر قد ما تحكي أنت على المرض، ولا قد ما تحكي انت على الهدف نتاعك، كيف يوصل للنساء حتى في ديارهم وقتها يكونوا سونسيبليزي واعيين باش يمشيوا. لو كان نلاحظوا حتى من سنه الى سنه حتى نسبه الاقبال النساء على مراكز الرعايه الصحيه ولا حتى الحملات التحسيسيه ولا حتى القوافل تلقاها من سنه الى سنه قاعده المراه ولا تحسها ما عادش تخاف ولا تجي تقول لك راني شجاعه متقلقه ولا شوي. دونك ولات يعني من سنه تحس وذاك الدور شنو؟ وذاك الدور التوعيه والدور ودوركم انتم كاداره الرعايه الصحيه، هذا مهم جدا معناتها باش توصلوا للناس الكل. يعطيكم الصحه، احنا اكيد باش نتقابلوا معاكم في كل اسبوع، توا باش يكون عندنا لقاء مع اداره الرعايه الصحيه الاساسيه في كل خميس ان شاء الله، نكتشفوا معاكم تفاصيل بعض المسائل المهمه واللي عندها صله بصحه المواطن. شكرا لك دكتوره سميه منصوري الهنشيري، منسقه البرنامج الوطني لمكافحه السرطان باداره الرعايه الصحيه الاساسيه، واكيد سنلتقي الخميس القادم مع موعد جديد وموضوع اخر. 9:22 من توا حتى للدكتور حكيم، اول عشره محبوبي حمام خيري.